أهلا ومرحبا بكم مع أخبار الرياضة. البداية محليا، حيث بدأت بعثة المنتخب الكوري الجنوبي بالوصول إلى عمان اعتبارا من اليوم على عدة دفعات من أجل اللقاء الودي الذي يجمعه مع المنتخب الوطني الجمعة القادم. ومن المنتظر أن يكون قد وصل عدد من اللاعبين والإداريين من البعثة، فيما يستكمل وصول باقي اللاعبين خلال اليومين القادمين. هذا وسيقام اللقاء على استاد الملك عبد الله في القويسمة في إطار تحضيرات المنتخبات لنهائيات كأس آسيا القادمة في أستراليا. تبخرت أمال المنتخب الوطني للشابات بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا القادمة في الصين بعد أن خسر في المباراة الأخيرة أمام أوزبكستان. المنتخب الأوزبكي حسب اللقاء لصالحه وبثلاثة أهداف دون رد، ليضمن بذلك بطاقة التأهل ويحل المنتخب الوطني في المركز الثاني. وفي لقاء آخر تغلب المنتخب الهندي على نظيره اللبناني وبثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. يعني كرة القدم هي فوز وخسارة. البنات يعني كانوا الشوط الأول حسب ما خططنا اللعبة مش الوضع، الشوط الثاني أخطاء بسيطة وصارت أفضلية للفريق الأوزبكستاني. فريق بصراحة فريق كويس مرتب، يعني بناتنا بشكرهم كتير ما قصروا على مدار فترة الإعداد، وبرضو بشكر الاتحاد الأردني بقيادة سمو الأمير علي الداعم الرئيسي لكرة القدم الأردنية. إن شاء الله في المرحلة القادمة فريقها قد يكون اليوم ما كانوا موجودين، لكن فريق نواة لمنتخب المستقبل. يعني بالرغم من كل الظروف اللي واجهتنا، أنا بحكي بجوز اليوم ما كانوا على قدر المسؤولية أو ما كانوا فنياتهم كويسة، لكن لقدام إن شاء الله راح يكون وضع أفضل. أصدرت اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة عدة عقوبات بحق بعض أندية دوري المحترفين لكرة القدم، ومن بين هذه العقوبات حرمان المدير الفني لنادي الرمثة فلورين ماتروك من مرافقة الفريق في لقائين رسميين، بالإضافة لتغريمه مبلغ 500 دينار بسبب الاعتراض المتكرر على قرارات الحكام. كما تم تغريم نادي الرمثة مبلغ 1000 دينار بهدف بعد قيام جمهوره بشتم الحكم للمرة الرابعة، وتغريم البقعة مبلغ 500 دينار من أجل ذات السبب أيضا. أبرم نادي السلط تعاقده مع ثلاثة محترفين، وذلك للمشاركة مع فريق كرة اليد في بطولة الأندية الآسيوية 17 والتي تقام في الدوحة. ويفتتح السلط المشوار في البطولة الآسيوية بلقاء نادي الإخوية القطري صاحب الأرض في 29 من هذا الشهر يوم انطلاق المنافسات. هذا ويلتقي السلط في اليوم التالي للبطولة مع الغرافة القطري، وتضم المجموعة أيضا ثامن الحجج الإيراني والجرين الكويتي. الحق فريق باناثينياكوس هزيمة بمتصدر ترتيب الدوري اليوناني باكو ثيسالونيكا وبنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. الشوط الأول انتهى سلبي النتيجة، وفي الحصة الثانية افتتح باناثينياكوس التسجيل عبر النيجيري عبد الجليل أجوان قبل أن يدرك باوك التعادل في الدقيقة 63، إلا أن لاعب باناثينياكوس كارلياس حقق هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 78. اكتسح فريق كلاب بروج ضيفه فيزيت يارلو بخمسة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الدوري البلجيكي لكرة القدم. بروج افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة 6 عبر مهاجمه تشيلي نيكولاس كاستيلو قبل أن يضاعف تيمي سيمونز من علامة الجزاء، ولم يتوقف أصحاب الأرض عند هذه النتيجة ليسجل بعدها ثلاثة أهداف متتالية ويحقق فوزا عريضا وضعه في المركز الثاني على سلم الترتيب. افتتح فيدرر مشواره في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال بتجاوزه الكندي ميليوش راونيتش، وأنهى فيدرر اللقاء بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و7-6، حيث واجه فيدرر صعوبة بتجاوز راونيتش في المجموعة الثانية، إلا أن خبرة السويسري ساعدته بتحقيق الفوز في نهاية المطاف.